حبيبي انتو كلنا منحبكم، ما حدا ما في يحبكم ابدا. جده مسك له ايده وماشي وصحائية الحيه بلندن بالساحة. جدو ليش هاي الشجرة خضرة؟ قال له جدو ما بعرف. قال له أنا كمان لأنها خضرة ما بعرف. بعد شو ماشيين هيك؟ قال له جدو هي مين هو هي التمثال؟ قال له يا جدو هيدا تمثال المسيح، هيدا جيزس اللي كلنا بنحبه والمعلمة والرهبات كلهم بعلموا عنه، بس المسيح انقطشوا ايديه هيك تمثال وراح التمثال بالحرب كله، صار في معركة بين البروتستانت وبلش بعد الخبر. بعدين جابوهم كلهم ولزقوهم، بس بعد ما لقيوا له ايديه للمسيح عم يفتشوا بس يلاقوا له ايديه شي مطرح من هيك رجعوا بلزقوها وبرجع هيك بيرجع التمثال مثل ما هو. قال له جدو انا بعرف انه Jesus has no hands than ours، يسوع ما عنده ايدين غير ايدينا. سكت جدو وراح على البلديه خبر، تركوا تمثال المسيح بلا ايدين وكاتبين يسوع ما عنده ايدين غير ايدينا. شو قال الحبيب؟ ظل عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى صرت يده وعينه ورجله. فإذا بدنا نتقرب أكثر بالصلاة، مش بالصلاة اللي عم نصليها هلا، بكون قاعد عم بصلي وبكون قاعد هلا بس خلص الصلاة مش بحكيك، هلا مش بجي لعندك وقاعد من المسجد رح بيسجد. الصلاة هي التواصل بالجذور وبالعطور، عشان هيك هلا بدنا نغير الأساس. كل اللي مجنسين بلبنان أنا منهم، اتصلوا فينا السفرة قال لي 80% من البنايات خصوصا اللي عندك حب بيتك رجعي على امريكا. قلت له لا، اذا نهدد كثير بلبنان مش على سوريا بلاد الشام ولا بس اشتبت عليكم المحن، بس بدهم يعملوا شيء من تحت الارض. كل هالبنايات منا مبنيه مثل ايام زمان، بالخنشاره في بنايه كلهم بيقولوا تعالوا تفرجوا عليها كيف عم يبنيها، بس منروح ونقعد مع الاصحاب مطرح ما بنرتاح نحن وياهم مثل بالرمليه يعني فدوى هونيك. حط راسك بين الروس وقول يا قطع الروس لتكن مشيئتك، خليهم ياخذوا الجسد، نتمنى الجسد بس هي امان. قال المسيح اذا كنتوا امناء على القليل بعطيكم الكثير، واذا ما كنتوا امناء على حبه الرمل بدي ياخذ الصحراء. هلا ما ليس الا بنفسي نفسي 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 قطع نفس كل واحد هيك، عدوك هون وصديقك هون. ولكن اللي بعيش بجامعات برا اذا بدي اروح لبرا برجع على بوسطن وبروح بعيش ببكت سبع انهر فيها، وانا شفت هونيك اشارات كثير من الجامعه اللي اسسي اطبخ ونظف وكنس ومسح واجلي ونفوت على الكنيسه، كانت هاي المنطقه كلها للرهبان يلي بصير عندهم شواز واشياء كثير بيقدوا حطوا كبون هون. اجى ميتشو قال له هذا الراهب اللي عمل هالجريمه بسبب، سو كنا نفوت على الكنيسه ونعمل تشانت اوم 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 امين 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 امين. وهلا بكت هن ثلاثه بس بامريكا، هيدي مركز واحد منهم بيخدموا الناس، قلت لهم بدكم تاخذوا عرب ومسلمين لانه هيدا انسي. قال لي بس يبقى نحط مكانين بكذبوا وبيسرقوا. قلت له مش كلهم، بدنا نشوف اذا هيدا المجرم ما بدي يحبه مين بدي يحبه. قالت له امه هو رايح يسهر. الله يبعد عنك اولاد الحرام. قال لها نزعت السهره، ما في اولاد حلال، كل واحد يغير نفسه، بس ما فيك تمون على حدا، ما تحمل صليبك وصليب غيرك، كل واحد يحمل صليبه. هيدا المجرم. انا تنين واربعه وجمعه تجي ليلى، تنين واربعة وجمعة تجي العصافير تغني، لأنه هي بتحط لهم أكل والعشاش تبع العصافير شايلين الباب تبعهم. بيجوا العصافور بياكلوا وبيشربوا وبيجروا الدنيا وهي بتنظف، وبنقول لهم روحوا طيروا. ما تحط الإنسان بقفص، هلا كلنا محبوسين حتى برا وجوا، والحبس الخارجي أكبر من الحبس الداخلي.